السلام على متابعي الكرام. كما لاحظتم أحبتي في عنوان الفيديو، موضوع اليوم لا خلود في النار، أي لا عذاب في النار إلى غير نهاية، وذلك حسب رؤية الدكتور محمد شحر رحمه الله. يعني عكس ما قاله معظم المفسرين، هم قالوا خالدين فيها يعني عذاب صرمدي، يعني مستمر إلى غير نهاية، لكن الدكتور رحمه الله قال غير ذلك. قال التنزيل الحكيم فرق بين خالدين فيها وخالدين فيها أبدا، يعني يوجد خلود مؤقت وخلود أبدي. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله، الله سبحانه وتعالى قال في الآية 106 و107 من سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهذا الفصل الموجود بين الآيتين التي تتحدث عن النار يعني لا خلود دائم في النار، لأنه قال ما دامت السماوات والأرض، فعلينا أن نفرق بين الدوام والاستمرار، فالدوام غير الاستمرار. الدوام استمرار شيء لكن فيه انقطاع. لاحظوا مثلا هنا قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذا أكيد لا يعني أن الله سبحانه وتعالى أوصى عيسى عليه السلام يصلي وهو نائم ويزكي وهو يأكل وهو أو نائم مثلا، يعني لما قال ما دمت حيا، فلا يعني مستمر على طول، أكيد يوجد انقطاع. أما الاستمرار هو دوام شيء بلا انقطاع. لاحظوا هنا قوله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يعني هذا الريح كان يوم كامل بدون انقطاع. فلما قال سبحانه وتعالى ما دامت السماوات والأرض، يعني يتحدث عن مرحلة وبعدها سيكون مطاف آخر لا نعرفه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، يعني الخلود في النار حسب مشيئة الله وإرادته، هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. أما الآية 108 من نفس السورة والتي تتحدث عن الجنة، فقد ذكر أهل الجنة والخلود فيها في آية واحدة ولم يفصل، للدلالة على أن الدخول إلى الجنة والخلود فيها مرتبطان ببعضهما البعض. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فهذا يعني لا إقامة مؤقتة في الجنة، عطاء غير مجدود يعني غير منقطع وقرار لا رجوع عنه. كان هذا متابعي الكرام رأي رائد التنوير رحمه الله، جعله الله وإيانا وإياكم ووالدي رحمهم الله من أهل الجنة. ألتقي بكم أحبتي في شرح موضوع جديد في الفيديو اللاحق بإذن الله. دمتم سالمين.